إذن اليوم موضوعنا غادي يكون على البصلة، وأول سؤال ليك أشنو اللي كيخليها تصنف ضمن الأغذية النجوم؟ وإحنا في حلقات سابقة قلتي الأغذية النجوم تم تصنيفها كيف ما كنسمعوا على نجوم ومشاهير في الفن وفي الرياضة، فكذلك كاين أغذية نجوم وهما القيمة الغذائية ديالهم كبيرة بزاف ومنهم البصلة، علاش كذلك عندها التصنيف؟ نعم، هي تصنيف احنا باش حتى المستمعين الكرام نحطوهم في الصورة، احنا نصنف التصنيف القرآني. يعني بالنسبة لأغذية النجوم نصنف التصنيف القرآني، يعني ربما الإخوان يسمعوا بعض النصائح وخاصة بعض التصنيفات ديال منظمات عالمية، 10 الأغذية 11 أغذية، احنا نصنف الأغذية المذكورة في القرآن، وأي غذاء يعني بالقوة العلاجية والقوة اللي فيه يستحق أن يكون نجم التغذية، يمكن يكفي أننا نعطيه بعض التلميحات باش أننا نبينه أن الغذاء هو نجم من نجوم التغذية. بالنسبة لليوم وفيما يتعلق بالبصل، يعني فيما يتعلق بالبصل، لماذا يصنف البصل ضمن الأغذية النجوم؟ كنعرفوا احنا الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض وخلق الإنسان، يعني وسعت كل شيء رحمة وعلما، والرحمة تسبق العلم. وغادي نشوفوا أي واحد، أنا قلت أنا القرآن الكريم هو كتاب جاء من اللوح المحفوظ، معنات كتاب كلام الله، معنات أنه كتاب مركز جدا. ولما الحاجة كتكون مركزة، يعني الحاجة اللي كتكون مركزة كيعرفوا الناس دابا الأمهات لما كيجيبوا داك جافيل الا بغاو يديليوه كيزيدوا 5 لتر ديال الماء، بعد المره في 10 لتر. حتى هو التركيز، يعني لما كنبغيو نفصلوا خاصنا نفصلوا بطريقه علميه، طريقه اكاديميه، وبالتالي القران مركز. لما كنقول القران مركز، ولما الله سبحانه وتعالى كيقسم واحد الغذاء، ولما الله سبحانه وتعالى كيذكر واحد الغذاء في القران بالاسم ديالو، هادشي ان دل على شيء انما يدل على الاهميه ديالو، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أنا احنا اليوم في عصر العلم يساوي القوة، يعني الإنسان اللي عنده المعرفة عنده القوة. والدليل باش 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 الناس وحتى المستمعين الكرام يعرفوا بأن علم التغذية كاين في القرآن، ولكن ماشي غير علم التغذية. نعطيهم مثال باش حتى المستمعين الكريم يستأنسوا بهذه المسائل هذه. علم الفلك، علم الفلك اللي هو أقوى علم، ربما الناس اللي عندهم واحد الغرور، بعض الدول عندها غرور من هذا العلم هذا، واللي زعما وصلت لواحد المدى متقدم. العلماء لقاو واحد الثقوب سوداء كاينه في السماء في الفضاء. هذه الثقوب السوداء هي كتظهر ما كتظهرش بالعين المجردة، كتظهر بعد منظار باش كتشوف هذه الثقوب السوداء. لحد الآن أقول لحد الآن مازال ما لقاوش شنو الوظيفة ديالها، مع العلم أن هذه 1400 سنة القرآن ذكر الوظيفة ديالها، والوظيفة ديالها كاينة في الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بالكنس الخنس الجواري الكنس. هذه آية كتلخص لحد الآن الغرب مازال ما وصلوش شنو الدور ديال الثقوب السوداء في القرآن ذكرها من 1400 سنة. علاش كنقول أن هذا الشيء هذا؟ باش نعرفوا بأن القوة ديال العصر ديال اليوم هي المعرفة. الإنسان إلا عنده معرفة عنده قوة، ما عندوش معرفة غادي يكون مجتمع استهلاكي، ولما كتكون مجتمع استهلاكي كتكون أنك متعلق بداك الشخص، فوقاش ما جابلكش راك كتبقى ما كتستهلكش. الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. شنو هما الخنس؟ هما هاد الثقوب السوداء اللي ما كتبانش. وشنو كنقولوا احنا الخنس؟ معناه الوسواس الخناس، يعني الشيطان، يعني ما كيبانش هكاك الخنس ما كتبانش. الجواري معناه ان شي حاجه اللي كتجري في السماء. الكنس ني الكنس كنقولوا احنا يكنس، يكنس يعني كيحيد داك الغبار. بحالاش؟ تماما كالمكنسه الكهربائيه اللي عند الامهات، عندهم مكنسه كهربائيه لو برينسيپ ديالها انها كتجر عندها الغبره. هكاك هادو الدور ديال الثقوب السوداء اللي كاينه في السماء، لان السماء هي كيتجدد. ومن نعمه الله، انا اللي قلت انا هنايا زوجين، الله سبحانه وتعالى قال رحمه وعلما. الرحمه شنو هي؟ ان السماء فيها بعض المخلفات اللي هي قويه جدا، الى هبطت الارض غادي تفديس الانسان. الوغ هي الرحمه. العلم جواري الكنس، يعني السماء كتخرج هذوك الثقوب السوداء كتحيد هاد المخلفات من السماء، وبالتالي حتى التغذيه فيها الرحمه والعلم. راه شنو غنشوفوا؟ الرحمه والعلم. الوغ بالنسبه للبصل ذكر في القران، واخا الوغ كنعرفوا حنايا
البشرية كاملة ما عندهاش القناعة. وتجلات سيدنا آدم لما الله سبحانه وتعالى أعطاه جميع الأشجار، فقط الشجرة اللي أمر الله أنه ما يأخذش منها، هكاك أخذ منها. ألو هذه الصورة الأولى من التجليات ديال شهوات الأكل عند البشرية كاملة. الصورة الثانية هي بنو إسرائيل. بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى أعطاهم المن والسلوى. المن والسلوى هو غذاء، ما كيحتاج لا زراعة لا شي حاجة، كيهزو يدهم في السماء وكيجبدوه وكياخذوه، هادشي عطاه لهم الله سبحانه وتعالى. ألو شوف الإنسان وعدم القناعة ديال الإنسان شنو قالوا. بسم الله الرحمن الرحيم، هادو بنو إسرائيل لما قالوا سيدنا موسى، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من، يعني الأغذية اللي كانت تما، من بقلها وقتائها وفومها، فومها المقصود هو الفول ديالنا حد اليوم، وعدسها وبصلها. قال يعني سيدنا موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكر. يعني هنا سيدنا موسى ماشي ذكر البصل والقتاء اللي هو الخيار والبقلها والفول والعدس حيث أنهم قيمة يعني أقل، ولكن حيث مقارنة مع المن والسلوى اللي أعطاهم الله سبحانه وتعالى اللي ما كيشتش واحد الجهد، هذا الشيء علاش استنكر سيدنا موسى. ألوغ هذا الشيء هذا إن دل على شيء ما يدل على الأهمية ديال البصل. بالإضافة إلى هذا، الأهرامات التي بنيت في مصر كانوا الناس كيبنيوها وكيخلو البصل، هادشي يدل على شيء ما يدل على ان البصل غادي نشوفه دائما. عفاكم المستمعين، لما نذكروا شي غذاء دائما احنا واخا ما كنقولوهاش ولكن دائما كنذكروا احنا الزوج ديال رحمه الله سبحانه وتعالى. الرحمه هي الفائده ياك، والعلم هي المكونات. لما كنقولوا مثلا البصل يعني يبكي، معروف ان البصل كيبكي الامهات لما كيكون هذه رحمه. علاش كيبكي؟ هو العلم، لان فيه مواد كبريتيه اعطاها الله سبحانه وتعالى من اجل هذا الهدف هذا، واللي غادي نشوفوها اليوم. الوغ بالنسبه وبالاضافه الى ان اخر طعام اكله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوفاه ديالو كان فيه بصل. الوغ هذا الشيء هذا كامل كيعطينا اننا غادي نلخصوا البصل قبل ما نبداو في التفصيل ديالو، هو انه مضاد حيوي طبيعي ومن المعقمات الطبيعيه، هي اللي غادي نشوفوها اليوم ان شاء الله. نعم، حنا راجعين عندك اكيد الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، دائما في برنامج صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم ماد غاديو. ارقامنا راهن الاشاره، فمرحبا بكل اتصالاتكم وبكل تساؤلاتكم. 05 22 46 72 50 51 او 52، والا عن طريق الرقم 5080. فقط ما تنساوش كتكتبوا كلمه صحه، كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم لهذا الرقم. غادي نتوقفوا اللحظه مع فاصل اعلاني ورجع لكم مباشره، بقوا معنا. وعلى ماد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم مرحبا بكل اوفياء في حلقه اليوم برنامجكم صحه وسلامه. اليوم رفقه الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، وحنا كنتكلموا على البصله سواء كانت حمراء ولا بيضاء، غادي نكتشفوا المكونات ديالها وكذلك شنو هي احسن طرق لاستهلاكها. ارقام التواصل معنا مفتوحه دائما 05 22 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش عن طريق الرقم 5080 كتكتبوا كلمه صحه، كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا سؤالكم لهذا الرقم. فاحنا غادي نمشيو لاول مكالمه معنا اليوم. حسنا على الخط من مدينه الدار البيضاء، صباح الخير حسنا. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. الو عفاف. السلام عليكم استاذ حليمي. السلام ورحمه الله. الله يخليك، عندي واحد السؤال جوست حيتاش المراك انا كنت حامله. وكان عليني طاح ليا ونصحوني الناس بهذا ناخذ البصله محكوكه على الصباح. قال لك كناخذها معلقه مع شويه السانوش، قال لك هكا كتساعد البيبي ما يطيحش كيطلع. واش هذه المعلومه صحيحه ولا لا؟ واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله حسنا. شكرا لك تواصلتي معنا، وشكرا على التدخل طبعا ديالك نجاوبوا عليه في الحلقه ديال اليوم. اذا الاستاذ محمد الحليمي، قبل ما غادي نمشيو غادي نتكلموا طبعا حتى على الطرق اللي هي خاصه باستهلاك ديال البصله في المطبخ ديالنا اليومي. ربما استاذ الحليمي وانت كتعرف هذه المساله ودائما كتقول ما غاديش نعلموا المغربيات كيفاش يطيبوا، لانه ما شاء الله الحداقه المغربيه لا يعلى عليها، فما يمكنش مثلا السيده تتكلم على وهي كتشحر او كتقلي ذاك اللحم بدون ما تحتاج البصله نهائيا، هذا الامر يعني مستحيل. ف قبل ما غادي نمشيو نتكلموا على هذه الطريقه، نجاوبوا حسنا على سؤالها، البصله محكوكه مع السانوج او الحبه السوداء واش فعلا عندها هذا الدور كانها كتثبت الجنين في الرحم ديال الام؟ نعم،
هو بالنسبه للمسائل، انا هذه المسائل ما خاصه لما كنسمع هذه المسائل، يعني بالنسبه لاستهلاك البصل، استهلاك البصل يجب ان يبقى استهلاك عادي ماشي استهلاك علاجي. واخا غادي نشوفوا المزايا ديال البصل، المزايا ديال البصل عندها التاثير ديالها على جميع، اقول بدون استثناء، جميع اعضاء الجسم. وهذه الاغذيه الموزونه، الاغذيه الموزونه المذكوره في القران عندها تاثير على جميع اعضاء الجسم بدون استثناء، اقول بدون استثناء. لا لا لا، بالنسبه للمراه الحامل، المراه الحامل هذه نقطه مهمه جدا، هي مساله عضله الرحم. ما يقوي عضله الرحم عند المراه الحامل من الاغذيه التي تقوي عضله الرحم عند المراه الحامل، يعني ما غاديش نقول غذاء، اكيد ما غاديش نقول غذاء، جميع الاغذيه الطبيعيه وخاصه المذكوره في القران ومنها التمر. واخا السلوك هذا بالنسبه للغذاء، السلوك اللي كيقوي عضله الرحم هي الصلاه عند المراه الحامل. يعني هذه مسائل، يعني مسائل مضبوطه، مسائل اكاديميه مضبوطه. يعني الاغذيه اللي تقوي عضله الرحم عند المراه هي الاغذيه الموزونه الطبيعيه المذكوره في القران. واخا والسلوك اللي يقوي عضله الرحم عند المراه هما علاش؟ لان الحركه ديال الصلاه، حركات الى بغينا نهضروا على الصلاه يعني راه خصنا يمكن ثلاثه سوايع داكوغ. الوغ الاغذيه علاش؟ لان فيها دي فيتوستروجين، وفيتوستروجين سون دي زغمون اللي هما دوريجين فيجيتال اللي كنجيو من الاصل النباتي. اي حاجه نباتيه فيها فيتوستروجين مهمه للمراه الحامل، ماشي غير البصل، ماشي غير الحبه السوداء، جميع اقول بدون استثناء باش ما ندخلوش في الانزلاقات ديال الوصفات. يعني جميع الاغذيه اللي عندها اللون الاخضر واللي موجوده في الطبيعه هي تقوي عضله الرحم. نعم. نعم. طيب نرجعوا للاستهلاك ديال البصله هنا استاذ محمد الحيمي، ربما طرق عديده ومتعدده كيفاش السيده المغربيه ولا عموما اي واحد كيدخل الكوزينه كيفاش كيتعامل مع البصله، ولكن كتبقى الطريقه اللي حنا كنشوفوها يوميا وجميع الامهات كيعملوها، فالسيده وهي كتشحر اولا ديك العمليه اللي كتسمع يعني كنعرفوها انها كتنصب داك اللحم، دائما البصله خاصها تكون اول مكونات حاضره. فهاد المساله ديال البشره البصله كتشحر اولا كتقلى مع اللحم، لاي مدى عندها شويه خصوصيه وشنو الفائده ديالها؟ نعم. بالنسبه للطريقه ديال التشحر ديال البصله ولا الطريقه اللي كنطيبوا بها البصله، انا لا اعارض هذه المسائل هذه، لكن بشرط. احنا كما قلنا في الحلقات الماضيه قلنا نعم لماذا، ونعم باش نقولوا نعم خصنا نعطيو التبريرات، ولا قلنا لا علاش. الوغ بالنسبه للبصل، الوغ الا كانوا الامهات كيديروا هذه الطريقه ديال البصل، واخا الا كانوا كيديروا هذه الطريقه ديال البصل ما فيها باس، داكوغ ما فيها باس، باش ما نغيروش، باش ما نعقدوش الحياه اليوميه ديال الناس، ما فيها باس، غير بواحد الشرط. شنو هو الشرط؟ هو ان مع ذاك الوصفه ولا مع ذاك الغذاء تكون واحد اون سالاد اللي هي فيها البصل يكون نيء ماشي طيب. علاش؟ لان الى لاحظوا الامهات ان البصل لما كيكون كنقولوا احنا بالدارجه مازال طازج مازال خضر يسيل الدموع ديال الامهات لما كيقطعوه، مع العلم ان لو فاش كيطيب ما كيبقاش. الوغ هنا السؤال المطروح، القوه الانزيميه والمواد الكبريتيه اللي كاينه في البصل طازج ما كتبقاش، كيبقاو مواد اخرى غير داك الانزيمات اللي كنبغيو نستافدوا منهم ما كتبقاش، وبالتالي ما فيها باس نستعملوا هذه الطريقه هذه. غير انا لا احب الطريقه، لان كاين بعض الناس اللي كيقليوا البصله، كيقليوها تماما كاريمون كتقلى. الوغ انا لا احب هذه المساله هذه، لان كتولي حمراء، ولما كتحول ذاك اللون ديالها هذيك هي الخطوره ديالها، لما كتولي ذاك اللون السوداء نوعا ما ما الى الاحمر. الوغ هذه المساله هذه ما خاصهاش تكون. الوغ ممكن الامهات، واخا حنايا ما غاديش احنا ما كنقولوش ان ذاك الطريقه اللي كنقولوا احنا كنشحروها ما خاصهاش تكون، ولكن ما فيها باس نديروها، غير انها ما توصلش لدرجه انها تولي سوداء ولا تولي ذاك اللون المائي الاحمرار، بالاضافه الى انه ضروري يكون واحد الطبق ديال السلطه تكون طازجه يكون فيها البصله. علاش؟ لان البصله كيلاحظوا الامهات كما قلت انايا دائما، انا المستمعين لما يسمعوا كنقولوا شي معلومه دائما كاين الزوج ديال الرحمه والعلم، لان وسعت كل شيء رحمه وعلما. الرحمه هي الفائده والعلم هو الرحمه ديال 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 البصل، انه يسيل الدموع. الو حنا كنسميوه حنا لا بروبريتي لا كريمال، الو هاد لا بروبريتي لا كريمال شنو هي؟ هي ذاك الصفه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى في البصل. هو الله سبحانه وتعالى اكيد
الله سبحانه وتعالى عارف هذا الشيء، ان عارف اي حاجه في الكون مادام هو اللي خلقها عارفه، عارف ان هذا البصر سيسيل دموع بنو البشر، هكاك كاينه الصفه هذه. الو علاش كنقولوها؟ لانه هو منظف، اقول منظف علاش؟ لان نعطيها غير مثال، كاين الناس اللي كيكونوا غاديين مثلا، اذا كان مثلا شي نهار اللي فيه الريح وكيكون الريح تدخل له في عينه شي حاجه، الو لما كتدخل شي حاجه في العين اوتوماتيكمون العين كتدمع. علاش كتدمع؟ لان هذا رد فعل طبيعي دفاعي فيه انزيمات، هذيك الانزيمات وخاصه ذاك السائل اللي هو الدموع سائل قوي جدا، يعني سائل قوي جدا. التفسير العلمي ديال سيدنا يوسف عليه السلام لما جابوا له القميص ديال الاب ديال سيدنا يوسف، لما جابوا له القميص ديال الابن ديالو ولا كيشوف، هذا كاين علم ماشي غير معجزه، هناك علم. علاش؟ لان العرق، الانسان العرق راه جميل جدا، وخاصه لك العرق ديال الشخص حد ذاته، وبالتالي العرق ولا الدموع هادشي كامل اجهزه دفاعيه عند الجسم. وبالتالي الامهات لما داك الدموع، كاين بعض الامهات كيمشيو هنا كيجيو كيسولوا كيقولوا شنو الطرق اللي نديروها باش ما يبقاش. هو الانسان اذا كانت عنده حساسيه قويه ما فيها باس، يديروا في واحد الماء الدافئ ولا يديروا غير في الماء العادي. علاش؟ لان هاد المواد الطياره هي دائبه في الماء، وما غاديش تكون واحد النسبه اللي هي كبيره. لكن الناس اللي ما عندهمش مشكل الو غير ما يحكوش عينهم، لما كتحك الانسان كيحك عينه كيولي المشكل. اما هذه الطريقه هذه ديال ان الامهات لما كيقطعوا البصله عينهم كدمع، بالعكس خاصها تكون كتخرج السموم اللي كاينه على مستوى العين. الطريقه اللي كيديروا البصله بالنسبه للامهات المغربيات كما قلت انا في حلقات ماضيه، حنا ما نعلموش المغربيات انهم يطيبوا، على طريقه جيده نوعا ما نسبيا، غير ان تكون مصاحبه بواحد الطبق يكون فيه البصل الطازج باش نستافدوا من هذه الانزيمات، هي انزيمات قويه. ولا لاحظتوا اننا هضرنا على البطاطا الحلوه وهضرنا على القرعه الحمراء وهضرنا على البصل، علاش؟ لان في هذا الموسم، وهذا الموسم الانسان ما احوجه الانزيمات، لانه مقبل على فصل هو بارد اللي كيكون فيه المشاكل واللي كيعرفوا المستمعين كامل. نعم. وربما انا كذلك غيجرنا الحديث أستاذ الحليمي على الشلاضة المغربية، فلما كنت كنتكلم على الشلاضة المغربية المكونات الرئيسية ديالها هي البصلة، وكيف ما قلتي بالطريقة اللي خصها تكون نيئة باش كنستافدوا من المكونات ديالها أكثر. فنمشيو لإس إم إس معنا من عند إيمان. أستاذ الحليمي كتقول عفاكم، أنا بغيت غير نعرف شنو التفسير لما كنعمل المسكة ولا شوينغوم في الفم ديالها وهي كتقطع البصلة عينيها ما كيدمعوش، بغات تعرف غير تفسير للمسألة علاش. جيد، نعم جيد، هذا التفسير هذه فعلا من انا نبغي ان الناس يستافدوا من هذه الصفه ديال البصل. هذه بغيت، لان الله سبحانه وتعالى عطى هاد الزيوت الطياره وهاد المواد الكبريتيه اللي كاينه في البصل الا باش كتكون فائده للانسان. لكن المساله ديال التقنيه ديال اولا، حنا شوينغوم ما كنصحوش به. علاش؟ لان شوينغوم عنده مخاطر كبيره جدا، ان شاء الله الا كانت شي حلقه غادي نتهضروا عليه بالتفصيل، واخا عنده مخاطر كبيره جدا على الجهاز الهضمي بالنسبه للشوينغوم. الا سمعنا شي دراسات فهذه الوغ العلم اليوم يتحدث، لان بعض النصائح كنسمعوها حنا في المغرب هنا وفي الدول العربيه وما كنسمعوهاش في اوروبا وامريكا. علاش؟ لان اوروبا وامريكا كاين هناك مراقبه، اذا الانسان غيتحدث على دراسه خصو يكون عنده المرجع وتكون عنده الدراسه، تكون عنده الدراسه عاد يجي يهضر على هذه المسائل هذه. الوغ لما نتحدث على الشوينغوم، الطريقه ديال المضغ ديال الشوينغوم، يمكن انني ما نمضغش الشوينغوم، ماشي ضروري الشوينغوم. مثلا نعطي مثال، هضرنا داك النهار على السفرجل، ممكن ندير واحد الطرف صغير ديال السفرجل، وكنعرفوا حنا السفرجل المذاق ديالو هو مذاق حلو وفيه انزيمات وفيه حموضه، نفس المفعول اللي غادي تعطينا شوينغوم غادي يديروا واحد الطريف صغيره ديال السفرجل ويجربوها الامهات. الوغ حنا خصنا نعرفوا بان كاين واحد اتصال بين العين وبين الانف، وهذا جهاز معقد كثيرا، يعني الطريقة باش صوب الله سبحانه وتعالى الطريقة ديال الأنف، والخلق خلق دقيق، أقول دقيق جدا. أنا الطريقة لما كنديروا هذه الطريقة ديال المضغ، احنا ماشي كنحيدوها تماما، ولكن نقلل اللي كنسميوه حنا البروبريتي لاكريمال. هاد البروبريتي لاكريمال هي اللي كتخلي لنا الدموع يهبطوا. ألوغ الطريقة ديال المضغ والطريقة ديال التحريك اللي كنسميوه حنا لا ماشوار كتخلي ان هاد الدموع ما يهبطوش بزاف، وانهم هاد الماده الكبريتيه ماشي ما كت الامهات راه كيعرفوا ماشي ما كتكون 100%، هي ليست فعاله 100%، يعني حتى حنا مجربينها وحتى حنا يعني دايوغ اخصائيين في التغذيه حتى هما كيطيبوا، حنا شخصيا حتى حنا كنطيبوا. الوغ هاد المسائل هادي كنعرفوها حنايا. الوغ غير انا ما بغيتش نركز على هاد المساله، نركز على ان هاد المفعول اللي عطاه لنا الله سبحانه وتعالى
خاص ما نستفدوا منه، والاستفادة هو أننا نتعرضوا لهذه المواد الكبريتية، لأنها تكون فرصة باش أننا نصفيو العين ديالنا، وهذه فرصة ذهبية كتلقانا الله سبحانه وتعالى. إذا باش نوصلوا مع باقي المستمعين الكرام وناخذوا تساؤلاتهم، هذه المرة معنا نعيمة على الخط من مدينة القنيطرة. أهلا بك نعيمة. الو صباح الخير. نعيمة إلا سمحتي الراديو اللي حداك أول حاجة طفيه ولا بعدي عليه، ورجاء سمعينا من التليفون ماشي من الراديو باش ما يرجعش لينا الصدى ديال الصوت. شكرا لك نعيمة، مرحبا. الو كنشكركم على هذه الميسيون. العفو، مرحبا بك. الله يرحم لكم الوالدين يا رب. الله يخليك. بغيتي نسول انا الدكتور، عندي ان بروبليم دو فالونمون، ودابا بغيت نعرف واش البصله البو اكتيفي هذاك لو فالونمون، لان عندي مشكله كبيره بحيث انني ما تنعرفش نختار شنو اللي لايق لي وشنو ما لايق لي من الخضار، لان جي لامبريسيون اشاك فوا زعما ناخذ شي خضره كيما كانت كلشي تتنفخ. ودابا انايا بوغ ليتي كونت هاد البالونمون تندير واحد الوصفه، بغيت نسول الدكتور واش لايقه لي. تندير كل نهار النافع والكرويه وكمون صوفي، تنديرهم ندخو عليهم الماء، تنديرو في القرعه وتنشربو توتولون دو لا جورني، نهار كله في عواد نشرب الماء عادي كنشرب هاد الوصفه هذه، وما عرفتش الصالحه ليا ولا لا. واخا نجاوبوك لاله نعيمه، شكرا اللي كنتي معنا من القنيطره. فانا عارفه استاذ الحليمي مجرد ما كتسمع وصفه ودائما كتقول وكتاكد على انه اي ماده اي غذاء ما نتعاملوش معاه كدواء نهائيا. هذاك الشيء علاش قلتي لها قبل ما تعرف المكونات، قلتي لها راه ما لايقاش. اكيد ما لايقاش، هذا الجواب ديالنا. انا نعطي واحد لمحه بسيطه. انا غير كان شي واحد مثلا ماشي في المغرب، مثلا لا فيرفين ولا لويزا، كيمشي واحد عنده دكتور على لويزا، فقط لويزا الا مشى له. كاينين الناس يعرفوا بلي نحطوا الناس في الصوره. في المغرب كاين بعض الناس اللي كيعطيو بعض الوصفات اللي هي على الاثير كما كيقولوا بعض الاذاعات. الوغ هاد قضيه في اوروبا طلبت من واحد الشخص كيعطي وصفات في المغرب، قالت له اجي عندنا لاوروبا وقول هذاك الشيء اللي كتقول نتايا 24 ساعه غادي يبات في السجن. هادشي مسائل، هذه قضيه في اوروبا. علاش كنقول انايا الناس كيديروا باش يجي نقول انا عندي علم وعندي اسرار؟ والله سبحانه وتعالى لما خلق القران يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. كيجي بشر كيقول انا عندي وصفه سريه، وصفة سحرية. هذه المسائل هذه عفاكم لا 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 لا. الوصفات، علاش بعض الناس كيقول لك انا الوصفات لقيت راحتي عليها ولقيت. انا اعتبر الوصفات اللي كتعطى بحالها بحال القربان، والناس اللي كيمشيو للسادات، الناس اللي كيمشيو للسادات. علاش مازال كاينين دابا؟ كاين الناس كيمشي للسيد كيقول لك انا وليت لاباس. هذه مسائل نفسيه، وكتعرفوا حنا المعارضه للناس ديال المغرب معارضه على هذه المسائل ديال هذا القربان، وهذا الشيء حرام، حرام مطلق. لان يعني الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر دون ذلك. الله سبحانه وتعالى يغفر اي حاجه الا ان الانسان يشرك به. كذلك هذا المساله ديال الوصفات، المساله ديال الوصفات السحريه، عندي وصفات الوغ هذه ماده 100% باش نكونوا واضحين. الى الانسان يعطي نصائح كيعطيهم في سبيل الله. هذا الشيء اللي كنديروا حنا في هذا المنبر، هذا المنبر كنديروا الصدقه جاريه فقط. وكنقول انا حتى المستمعين اللي كيتصلوا بيا كنقول لهم انا كندير هادشي صدقه جاريه. لما كتكون الانسان كديرو من القلب وكديرو لله كتعطي معلومات اللي هي معلومات، وهادشي حنا مسؤولين عليه لهاد المعلومات اللي كنعطيو. وحنا غادي نرجعوا لعندك الا سمحتي استاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، دائما في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وحديثنا على البصله اكيد على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. فاصل وراجعين ما تمشوا فين. البصله من الخضر اللي ما يمكنش لينا نستغناو عليها في الكوزينه المغربيه، وسواء كانت بصله حمراء بيضاء ولا خضراء، فيها مكونات كتخليها تلعب الدور ديال مضاد حيوي كيحافظ على سلامه القلب وعلى سلامه الكثير من الاعضاء الحيويه الموجوده في جسم الانسان. وباش كنستافدوا من المكونات اللي فيها لازم طريقه استهلاكها تكون كذلك صحيه، وهذا الشيء كيكون بتقطيعها وهي نيئه ولا خضراء وتناولها. اما طريقه التعامل معها في التشحار ديال اللحم فكذلك لا باس بها، فقط بشرط انه ما نخليهاش توصل ديك الدرجه ديال الاسمرار او اللون ديالها كيتغير، لانه هكذا كتفقد المكونات ديالها، ما كنستافدوا منها شي حاجه، واكثر من هذا ممكن انها تشكل خطوره لا قدر الله على صحه الانسان. كانت هذه فقط نصيحه اليوم. ورجعنا اكيد على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم، واليوم رفقه الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه الاستاذ محمد الحليمي. اذا الاستاذ الحليمي كنا توقفنا في السؤال ديال نعيمه من قنيطره، سولات على المشروب اللي كتاخذوا يوميا، يعني في الماء بطبيعه الحال كتاخذوا مقسم طيله اليوم، النافع مع الكرويه مع الكمون
الصوفي، هي غير كان ربما احنا نجاوبوا نعيمة واش ممكن يعني يكون مصاحب او اللي يساعدها ولا تساعد عليه تماما، لانه قالت عندها مشكل يعني ما عارفاش شنو هما شنو الاغذية بالفعل اللي ممكن انها تخليها تفادى هذا المشكل، ما كتعرفش تختار حتى الخضر اللي مناسبه للحالة الصحية ديالها. جيد جيد. الوغ الاخت بالنسبة للاخت اكيد الا مشات دارت واحد التحليلة كتسمحني التحليلة ديال الترانزامينات، التحليلة ديال الترانزامينات الالات والاسات ديال الكبد اكيد غتلقاهم طالعين. داكوغ. الوغ هنا باش كنعرفوا حنا اي واحد كياخذ وصفة، دابا اي واحد كياخذ وصفة من هذا ما يسمى بالاعشاب وهذا الوصف يمشي للوبيتال يدير التحليلات ديال الترانزامينات الالات والاسات غادي يلقاهم طالعين، اكيد غادي يلقاهم طالعين. داكوغ. الوغ دائما لما كنلقاو شي تحليله طالعه الجسم يعاني، معناته انك تاخذ داك الوصفه وكتخلي الجسم ديالك يعاني، لان هاد لي ترانزامينات لما كيكونوا طالعين فواحد النسبه اللي هي قليله ما كاينش الاعراض، وبالتالي الناس اللي كياخذوا هاد الوصفات اكيد اكيد لي ترانزامينات غادي يكون عندهم طالعين. بالنسبه لي بالونمون هنا غادي نجاوب الاخت، غادي نجاوب العديد من الناس اللي كيسولوا على هذه المساله ديال لي بالونمون انطلاقا من واحد ثلاثه الاغذيه اللي هضرنا عليهم في الاسبوعين. انا جسم الانسان عنده ما يسمى بالبكتيريا الصديقه. الوغ البكتيريا الصديقه فلورا انتستينال، هذه البكتيريا الصديقه تشتغل على ماذا تشتغل؟ تشتغل هذه اللي كتسمى حنا البريبيوتيك. الوغ البريبيوتيك هي البكتيريات الصديقه، البروبيوتيك هما الاغذيه اللي فيهم الغذاء ديال البكتيريا الصديقه. الوغ الناس اللي عندهم الغازات شنو المشكل ديالهم؟ مشكل انهم قضاو على البكتيريا الصديقه اللي كاينه في الجسم. الوغ باش كتغدى هذه البكتيريا الصديقه وهذا الشيء اللي غادي نقولوه دابا. الوغ بالنسبه للامهات، اولا القرعه الحمراء، البطاطا الحلوه والبصله. علاش؟ لان هناك ماده الانولين. شنو هي ماده الانولين؟ ماده الانولين هي داك الغازوال اللي كتستهلكو البكتيريا الصديقه. الوغ علاش كنقولوا هذا الشيء؟ هذا كنقولوه باش الامهات الا بغاو يحسنوا العمل ديال البكتيريا الصديقه وما يوليش عندهم غازات، لان يعني غازات شنو هما؟ تخمرات، سون دي فيرمونتاسيون. الوغ التخمرات كتعطينا السي او 2 كتعطينا غازات، والغازات اللي كاين الناس اللي كيتشكاو منهم. داكوغ. الوغ الا بغينا نصحوا هذا المسار كناخذوا الاغذيه منها البطاطا الحلوه اللي كاينه دابا، منها القرعه الحمراء اللي كاينه دابا، وقدروا نجمعوهم بثلاثه في واحد الصوبه. الا تجمعات بثلاثه هذه ماشي وصفه، هذا غذاء. الا جمعناهم هادو بثلاثه زائد زيت الزيتون لواحد المده، مستحيل اقول مستحيل ان هاد البكتيريا ما توليش تحيا. داكوغ. هذا من 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 جهه. من جهه اخرى الناس اللي عندهم ليغاس، الناس اللي عندهم ليغاس، اقول التعريف ديال الخبز شنو هو؟ يجب ان يكون بالدقيق الكامل، يجب ان يعجن، ماشي بهاد هاد لي زاباري اللي كاينين دابا. اتونسيون العجانات خطيره. نعم، يتعجن باليد. ثالثا الخميره البلديه. الوغ هادو ثلاثه لما نقولوا خبز هادو هما التعريف، يعني باغ ديفينيسيون هادشي اللي خاصو يكون. مادام الا ما كانتش حاجه وحده من هادشي اللي كناخذوه دابا ماشي خبز، هي شبيهات الخبز ماشي الخبز اللي كناخذوه دابا. وبالتالي الناس اللي عندهم غازات عفاكم نوضوا بالليل، منها الانسان ينوض يصلي واحد جوج ركعات، يدير قيام الليل شي شويه، يعجنوا الام، يجربوها الامهات يجربوها، لان هادشي هذا الا بغيتي الصحه ديالك خصك تضحي شويه، وهذا الشيء ماشي تضحيه، هذا الشيء خصو يكون واجب. نوضوا ناخذوا الخميره البلديه، كاينه مازال الخميره البلديه، لان مشاو الناس للبوادي مازال كاينه الخميره البلديه. ياخذوا الخميره البلديه يعجنوا ويخليوها تاخذ وقت طويل، وداك الحموضه ديالها هي السر اللي كيقلبوا عليه الامهات اللي كاين، وماشي غير الامهات دايوغ، الناس اللي عندهم الغازات كاملين. الوغ هادو هما الاجراءات، بالاضافه الى ازاله المقليات وازاله الحلويات. الوغ هاد المسائل هادو ما كنهضروش عليهم. الى الانسان رجع لهذا النظام، هذا يسمى بالنظام الاصلي عند بنو البشر، هو هذا النظام الاصلي، اكيد ما يبقاش عنده هاد المشاكل هاديه، واكيد ما غاديش يكون عنده هاد الغازات اللي كاين دابا. ومن البصل من الاغذيه اللي فيها ماده الانولين واللي كتعزز عمل البكتيريا الصديقه في الجسم الانسان. نعم. نعم. معنا اس ام اس من عند ام عماد استاذ الحليمي كتقول عفاكم بغيت نعرف واش البورو حتى هي المكونات ديالها بحال البصله العاديه. نعم جيد، البورو جيد جدا، غير يتستعمل بالورق ديالو. يعني بالورق ديالو كاريمون، لان كاين بعض الناس اللي كيمشيو فصل ديال الشتاء كيشريو ذاك كنسميوها حنا البصله الخضاريه، الدارجه ديالنا كتسمى البصله الخضاريه. الوغ هاد البصله الخضاريه خاص الناس
يستعملوها بالوراق ديالها. البورو خاص الناس يستعملوه بالوراق ديالو، نفس الفوائد بالعكس، قوة ديال مضادات الأكسدة قوية جدا، يعني بالنسبة للناس يستعملوها بالعكس، غذاء طبيعي، غذاء جيد جدا، نفس الخصائص اللي كاينة في البصل. نعم. أن تواصلوا مع باقي المستمعين الكرام دائما، ومعنا كمال هذه المرة على الخط من مدينة أكادير. صباح الخير كمال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، بغيت شي نصيحة وشي وصفة مع الدكتور الله حنويدين. أنا ما كان عطيوش وصفاتها كمال، غير باش نكونوا واضحين دائما كيشير له وسط الحليم، ولكن قول لنا شنو السؤال ديالك. واخا، شكرا، بارك الله فيك. أنا السؤال ديالي هو أنني ذاك العام كان ضربني شوية ديال البرد، وجدت الدار عطاني واحد الصفة ديال سكنجبير وبزار وزيت العود سخان، ودانوا لي بها، وأنا كنشوف واحد الخير كنفيق مع 3 ديال الصباح، ضربني شوية ديال البرد وبقى عندي واحد الألم في الصنجرة في الصدر، دوزت عند الأطباء أكثر، قالوا لي عندك حساسية، كندير الدواء ديالهم ضربني في المعدة، كنتشاور الناس باش ندير العصير ديال البصلة والعسل. ومعنا المدى كتضرني وعندي ألم في الصدر في الحنجرة باقي لدابا شي عام ونص، ما عرفتش شنو غادي ندير، ما عرفتش، بغيت نسول الدكتور على هذه القضية هذه، واش مزيانة للصدر ولا لا، حيت عندي ضيق في التنفسي، واش شميتي ريحة ولا يلا ولا هذا الشيء عندي دابا، وليت ندير رونجي في الخدمة ديالي على حساب الكليما وعلى حساب بطبيعة الحال. نعم. ولا عندي مرض نفسي دابا لهذه القضية هذه، دروك مابقاش خدام مرتاح. شحال في العمر ديالك كمال؟ 33 عام. كتدخن؟ لا ما كنخمش، لا الحمد لله ما كنت حاجه، الله يشكر. مع انني كندير ضيق في التنفس الا شمت شي ريحه وكيضرني الصدر ديالي، وملي كندير انا سبورتيف ملي كنجري مسافه طويله، ولكن انا في الصدر ما كاين يوميا كيضرني يوميا. عافاك النوعيه ديال العمل ديالك، فوقاش كتدخل في انا الصباح كندخل مع هذيك الربعه ديال الصباح الخدمه، اون فوا كنكون ناعس كنفيق من المنطا سخون، كنخرج داك البرد شويه كيضرني في الصدر وفي الحنجره، وما عرفش وليت يعني عايش مع المرض، ما بقيتش عايش في الخدمه. واخا، نجاوبك ان شاء الله كمال، نجاوبك بطبيعه الحال، وان شاء الله دعواتنا لك بالشفاء العاجل والقريبه كمال. شكرا اللي كنتي معنا من مدينه اكادير. اذا بحكم الظروف ربما ديال الخدمه ديالو كذلك استاذ الحليمي، فحتى المناخ كيتغير عنده في كل مره على الجسم ديالو، ربما يكون هذا كذلك هو سبب. والسؤال اللي بغينا كمال نجاوبوا عليه، واش العصير ديال البصله ممكن يفيدوا في هذا المشكل ديال ضيق التنفس؟ نعم، العصير ديال البصله يعني كمشروب ماشي كوصفه، واخا انا مع العصير ديال البصله، ولكن كمشروب وليس كوصفه. العصير ديال البصل جيد جدا، العصير ديال البصل قوه انزيميه مضادات الاكسده سينينيوم، يعني واحد القوه هائله، لكن كغذاء ولكن وليس كوصفه علاجيه. الوغ بالنسبة للأخ كنتمنى له الشفاء العاجل، لأنه زعما حنا كيبقى فينا الحال كنشوفوا الشباب المغاربة في السنة هذه، هو قال إذا سمعتوا قال أنه عايش مع المرض، ولما الإنسان كيولي كيعيش مع المرض حتى من المردود، وهذه المسائل خاصة المسؤولين يردوا البال، يردوا البال بأن الصحة في المغرب راه خصنا استثمار، خصنا نستثمروا في الصحة ديالنا ونخليوا الأغذية الطبيعية للأطفال ديالنا، لحقاش أن الاستثمار في الطفل هو استثمار، لأن احنا القوة الإنتاجية ديال الدولة هي جمع الاستثمارات. لما الشخص يكون عنده مرض ما كياكلش مزيان، كتولي مشاكل، كيولي عنده مرض ما كيبقاش هذاك لو غوندومون ديالو ما كيبقاش مزيان، وهذا الشيء اللي كنلاحظوه. الوغ هنا واحد النقطة بغيت نشير لها بالنسبة للأخ اللي خاصو يرد لها البال، مسألة لي كليم، هو قال أنه كيدخل في الخدمة ديالو الناس اللي كيستعملوا كليماتيزر، الوغ هذه مسألة خطيرة جدا. الوغ ربما أقول أرجح أن المسألة ديال الكليماتيزر اللي كيستعمل الأخ هي من المشاكل، من الأسباب ديال المشكل اللي عنده. ثانيا، الناس اللي كيخدموا اللي كيخرجوا في الصباح بكري وكتكون شويه ديال البرد، دابا الوقت شويه سخون مازال في الايام ديال، دائما حنا نوصي لما الانسان يبغى يخرج يشرب واحد كويس ديال الماء، يعني جيد الانسان يشرب كويس ديال الماء باش ما يتعرضش لهذاك الصدمه ديال لو شوك تيرميك اللي كيكون على برا، الوغ باش ما يتعرضش هذا لو شوك هذايا. بالاضافه، انا النصيحه اللي نعطي الاخ والناس اللي عندهم المشاكل في التنفس، الناس اللي عندهم المشاكل في التنفس، والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، يعني الناس اللي عندهم، اقول واكرر، الناس اللي عندهم الربو اللي عندهم مشكل في التنفس يخرجوا الصباح بكري يستافدوا من غاز الاوزون، الناس يطلع غير السطح يصلي الفجر في الصعود ديال الشمس، ذاك الصعود اللي كيبدا يبين الخيوط الاولى ديال الشمس، يعني التقاء الخيط الابيض والخيط الاسود، فهذيك الخيوط الاولى فعلا هي خيوط، لان الحياه كلها خيوط. الوغ يطلع الانسان واخا غير السطح، لان كاين الناس، بعض الناس كيقول لك الجانب ديال لا سيكيوريتي ما كيقدرش يخرج برا، الوغ الانسان يطلع غير السطح يستفد من غاز، من هذا غاز الاوزون، غاز الاوزون الاخوه جيد جدا بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال الربو. بالاضافه الى الناس اللي عندهم مشكل في التنفس، خاصهم يبعدوا الحموضه. شنو هي الحموضه؟
هي اللحم، هي الحليب والمشتقات ديالو. الوغ لا اللحوم ولا الحليب والمشتقات ديالو. علاش؟ لان الكبريت زائد الفوسفور كيعطينا حموضه في الجسم. الوغ تكون اغذيه طبيعيه، كل شرب الماء، راحه نفسيه، الصلاه في التوقيت. يعني الناس قال الاخ انا نفسيا، يعني الراحه النفسيه مهمه جدا، والصلاه في الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول ارحنا بها يا بلال. علاش؟ لان راحه للجسم كامل، وبالتالي الجانب النفسي يشتغل عليه الاخ بالجانب، يعني الجانب الديني احنا اكيد هو كيشتغل على الجانب النفسي، وبالاضافه الى الجانب الجسدي الانسان يكون عنده اغذيه اللي هي طبيعيه ودير بالنصائح اللي تحدثنا عليها في الفقره. نمشيو ناخذ مكالمه اخرى هذه المره، غادي نمشيو للقاره الاوروبيه. استاذ محمد الحليمي من فنلندا معنا حجيبة. أهلا بك حجيبة، صباح الخير حجيبة. ألو السلام. أهلا وسهلا بك، غير إلا سمحتي رجاء باش ما يبقاش إنه كنسمعوا الصدى كيرجع ديال الصوت وشوية متأخر حجيبة. إلا كان ممكن سمعنا من التليفون رجاء، سمعنا من التليفون إلا كان ممكن. حجيبة مرحبا بك معنا. اوكي اهلا وسهلا، مرحبا بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. اوكي اوكي انا ما عرفتش انني مع مباشره دابا، داكشي علاش راني فاش. اهلا وسهلا، مرحبا حجيبه. ربي يخليك اختي، شكرا شكرا للدكتور. كنسال انا على البصله، انا كنخدمها مثلا مثلا الحوت ملي كنطحنو كنحكها معاه وهذا وسميتو في الماكله ديالي، ومع عندي بنتي صغيرة عندها 6 سنين. انا كنديرها مع السلطه ولكن كندير نسبه قليله ماشي بزاف، لان هي تقدر تحس بها ما تبغيهاش ليا. انا كندير الخضره، ملي كندير الخضره بزاف مثلا ندير الخوص الخيار مطيشه خيزو مفكوك، وكندخل معها البصله مثلا ناخذ ربع بصله صغيره شويه ربع ديالها كنقطعها في قطع صغار وكنخلص. واش عندها واحد المفعول يعني واش كتستافد منها وكتستافدوا منها جميع ولا لا؟ نعم. وهذا هو اللي كيجاوب ديالي، واخا انا كنت باغا نقول بزاف د الحوايج قالوا لي ما تقوليش ليه، ولا حنا الموضوع ديالنا ديال البصله وانا برا. مرحبا عندي ثلاث مرات. مرحبا حجيبه، مرحبا مرحبا. شنو هو السؤال ديالك الاخر اللي كان؟ السؤال انا اللي بغيت نسال على ديك طرواسو، حنا هنا في البرا عندنا هاد المسائل. اييه كيفاش نقراوها؟ بغيت الا كان ممكن انا كنرد لي ستوندار، تعطيني النمره ديال التليفون ديالو يعطيني مثلا اللي اللي نقدر نلقاهم ونستعملهم واللي ما نقدرش نديرهم. يعني انا كنشوف هذاك الشيء كنشوفه كثير، ودخلت الانترنت ولكن شي فهمتوش ما فهمتوش، وقلت نعرف بزاف الحوايج نسالهم عليه، لان عندي طفله ديال 6 سنين وبغيت عندها حنا في برا في الدكتور برا عارفه برا بزاف الحوايج عندنا ما نقولش ما كاينش بزاف الحوايج. كان المغرب انا كنعتز المغرب ديالنا كنقولها ليهم كلشي عندنا طبيعي، هنا في لوروب ما كاينش. وزائد انا في فنلندا، في فنلندا سيتي لو كيور، يعني على لي زوروب الاخرين يعني اللي في التحت ديال اوروبا. حنا الفوق بزاف الحوايج شمال اوروبا. نعم شمال الكره الحمراء حنا ما عندناش، الكره الحمراء ما كايناش عندنا كاع، هنايا كاين الصفراء. قولي على الصفراء واش يمكن لي ناخذ هاد لا ميم شوز ولا لا؟ واخا نجاوب على سؤالك ان شاء الله حجيبه. قولي لي ستاندار كي ناخذ من عندهم النمره باش نعيط لك. ان شاء الله على الراس والعين، نرجعوك العين سميحه ان شاء الله تلبي الطلب ديالك وتعطيك الرقم ديال الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. وكيفاش ممكن توصلي معاه؟ كنتي معنا من فنلندا، حنا لقاءنا مازال متواصل معك والعافيه في برنامج صحه وسلامه. فاصل اعلاني رجع لكم مباشره، خليكم معنا على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. حنا مازال معك والعافيه في برنامج صحه وسلامه رفقه الاستاذ محمد الحليمي الاخصائي في التغذيه الصحية والحمية العلاجية. كنا توقفنا في سؤال ديال حجيبة من فنلندا أستاذ الحليمي. نعم. فكان أول سؤال عندها بخصوص البنيسة ديالها اللي في عمر ديال 6 سنين ما كتبغيش المذاق ديال البصلة، وهو حال بزاف ديال الأطفال. مجرد ما كيلقوا داك الغذاء من المكونات ديالو البصلة بزاف منهم كيرفضوا، إلا لكان شي حيلة من الأم باش ما كتبانش. فكتسول حجيبة واش غير داك الكمية مثلا ديال ربع بصلة إلا استعملتها طبعا في ديك الشهيوة ولا في داك الغذاء كيكون كافي، لأنهم كتستافد هي والبنيسة ديالها وكل أفراد الأسرة من المكونات اللي كاينه في البصله، واش كافيه هذه الكميه ولا لا؟ نعم، اولا التحيه للجاليه المغربيه، وهذا شرف لنا اننا نلاحظوا انهم كيعتزوا بالبلد ديالهم. وقلت حلقات ماضيه قلت انا فعلا الى مشاو الناس اللي مشاو لاوروبا غادي يلقاو بان النظام الغذائي هو مغير تماما، نظام غذائي استهلاكي محض. اكيد ما كيناش، اكيد ما كيناش غادي تمشي من مدينه لمدينه غادي تلقى القرعه الحمراء وغتلقى. لا لا، حنا عندنا دابا في الطرقات، في الطرقات جميل جدا كتلقى كنت قلت انا في حلقات ماضيه، اليوم كتلقى البطاطا الحلوه، كتلقى القرعه الحمراء، كتلقى لا 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 البصل، كتلقى دابا قرب يدخل الرمان. يعني زعما عجيب جدا هذا البلد، عجيب جدا. وهذه الثروه حنا اولى بها، حنا اولى بها. الوغ حتى الجاليه المغربيه كنقول هذه فرصه باش انهم كيرجعوا
من بلادهم كيمشيو للديار الاوروبيه انهم يستافدوا يمشيو يديو لي زاليمون دو باز الى داو غير الخميره البلديه. دايوغ دابا في المانيا وفي امريكا, امريكا كلها, امريكا اللاتينيه وامريكا كلها واوروبا كاينه الخميره الخبز ديال الخميره البلديه. الوغ الناس اللي عندهم عائله مثلا في الدول الامريكيه ولا في الدول الاوروبيه يسولهم غادي يقولوا لهم فعلا كاينه الخبز بالخميره البلديه عندهم, كياخذوا الخميره البلديه. غير الامريكيين شنو كيقولوا خاصك تبغيها يعني خاصك تبغيها باش تاخذها. علاش؟ ان الحموضه ديالها هما حيت كيخليوها بزاف شويه كتبقى داك الحموضه اللي هي قويه. يعني هاد المسائل ولاو كيرجعوا لها هما. يعني داكوغ البطاطا الحلوه ولا القرعه هما عارفين الاهميه ديالها, وقلتها في الحلقه اللي دازت قلت عارفين الاهميه ديالها, ولكن ما كيروجوش. علاش؟ لان غيوليو الناس يطلبوها وما كايناش عندهم وغيوليو واحد العبء عليهم. الوغ بالنسبه للناس اللي عايشين في المهجر, انا كنعرف ناس عندهم كيتشبتوا بالتقاليد وكسكسو كل جمعه كيكون كسكسو. هاد المسائل هادي حنا نعتز بهاد الناس هادوما, وهما اللي كيعرفوا القيمه, هما اللي كيعرفوا القيمه ديال التنوع اللي كاين في البلاد. داكوغ؟ لان لا 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 لما كيفتقدوا هاد المسائل هادي كيعرفوا القيمه ديالها. الوغ بالنسبه لاستعمال البصل, واحد النقطه هنا تارت للاخت مهمه جدا, مساله استعمال البصل وحتى الثومه مع السمك. الناس في قديم الزمان كانوا أذكياء, وسبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى علم بنو البشر أنه يطيب وعلمه يدير بزاف الحوايج. البصل فيها واحد المادة تسمى الكيرسيتين, هذه المادة مضادة للأكسدة تسمى الكيرسيتين. ألوغ الكيرسيتين هي المادة الوحيدة التي تمنع تحول مادة الهيستيدين إلى مادة الهيستامين. شنو هي الهيستيدين والهيستامين؟ الهيستامين هي ديك المادة اللي كتكون في السمك اللي كتعطينا حساسيات, وخاصة عند الأطفال. ألوغ عند الأطفال ولا عند الكبار باش نقصوا من تكون الهيستامين خاصنا نديروا نجيبوا له مادة اللي هي كتسمى الكيرسيتين. وهذه المادة فين كاينة؟ كاينة في الثومة وكاينة في البصلة. وكتلاحظوا هذه شحال الناس كيقولوا شرمولة ديال الحوت. فعلا الشرمونه ديال الحوت كتكون فيها البصله وكيكون فيها الثومه. يكفي غير البصل ولا الثوم, واحد منهم ما كاينش مشكله. يكفي واحد الماده اللي هي صغيره, ماده قليله كما قالت الاخت, ما كاينش مشكل. كنستافدوا من الفوائد, وخاصه هذا المشكل اللي كيكون ديال الهيستامين واللي كيعطينا بعض البقع حمراء وبعض الحساسيات اللي كيعانيوا منها, وخاصه اقول خاصه الاطفال. نعم. طيب بالنسبه للسؤال ديال الثاني ان شاء الله ممكن نوعدوا حاجبه استاذ الحليمي انه غادي نبرمجوا ليه حلقه خاصه وكيفاش نعلموهم يقراوا بالفعل. تلقاو ارقام تلقاو رموز موجودين. نعم. مثلا في التركيبه ديال بعض المواد الغذائيه, ولكن للاسف بالفعل ما الانسان ما كيعرفش المعنى ديالهم وما كيعرفش, وكيطرح في راسه بزاف ديال التساؤلات. فان شاء الله في احدى الحلقات من برنامج صحه وسلامه نعملوا حلقه على هذه المساله. غادي نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام وناخذوا عبد الكبير هذه المره على الخط من سيدي سليمان. اهلا بك عبد الكبير. عبد الكبير مرحبا بك. اهلا وسهلا معك اختي, صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير استاذ, بخير الحمد لله. شكرا استاذ على هذا البرنامج, بزاف حقيقه نستافد منه, الله يرحم الوالدين. شكرا استاذ. بالنسبه لي عندي انا بحقيقه عندي ماشي تنقرا, ماشي تنطلب عني وصفه ولا شي تخدمه كمثلا ميديكال, يعني اتباعا اللي يعني اللي كان التعليمات اللي كانت في البرنامج. نعم. انا استاذ عندي واحد المرض من قديم, هذه بين قوسين عندي روماتويد, يعني التهاب الم مفاصل. تماما. تقريبا من 2002. كناخذ التخيطمو, ولكن في الحقيقه ما عطاتش نتائج. دابا استاذ نطلب منك الا كان ممكن اش مازال دابا تناخذ مثلا سالازوبيرين, كورتونشيل, تناخذ ديكلو. لا نعم غير سمحتي الاسماء ديال الادويه كبير كتاخذ الادويه اللي خاصه بالعلاج. نعم ناخذ تخيطمو. دابا استاذ لكن ممكن اش ممكن ناخذ يعني هذيك التغذيه ممكن ناخذ باش ما تساعدني في هذا المرض ان شاء الله, تغذيه مثلا تكون موازيه مع الدواء ان شاء الله استاذ. نعم عبد الكبير. عبد الكبير سمحتي شحال في العمر ديالك؟ العمر ديالي 49 عام. شحال عندك في الوزن؟ عندي في الوزن 75 76. على شحال في الطول؟ الطول شحال عندك؟ الطول عندي 1.83 تقريبا. واخا نجاوبوا ان شاء الله على سؤالك. شكرا لك عبد الكبير. شكرا استاذ. شكرا لك تواصلتي معنا. شكرا لك عبد الكبير. طيب كيسول هنا استاذ الحليمي على شنو هي الاغذيه اللي ممكن تكون مصاحبه للعلاج اللي هو كياخذه بخصوص الحاله ديالو. نعم. وبالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل, يعني الابجديات ديال الاستفاده من اولا من الدواء. نعم. داكوغ. الوغ هي ازاله حموضه الجسم.
يعني نحيدوا الحموضه ديال الجسم اللي كتجي من اللحوم والمقليات والحلويات. الوغ الناس اللي عندهم مشاكل في المفاصل خاصهم يحيدوا اللحوم والحليب والمشتقات ديالهم والحلويات. هادشي لا نقاش هنا استاذ الحليمي. اللحوم كل انواع ديالها ولا اللحوم الحمراء كتكلم؟ نعم انا اتحدث فقط السمك. يبقى غير السمك؟ يبقى غير السمك. نعم يبقى غير السمك باش نكونوا واضحين. الوغ بالاضافه الى كنا نقول حنا لو ريجيم ديتوكس. لو ريجيم ديتوكس هو الغذاء النباتي، وهذا اوتوماتيكمون لما كتحيد الاغذيه وتحيد المواد المصنعه كيولي ان ريجيم ديتوكس، يعني كيحيد السموم من الجسم. الوغ ريجيم ديتوكس هو شرب الماء بشكل جيد، هو النظام الغذائي. ريجيم ديتوكس كان في هذه الشحال في قديم الزمان، لان باش يكون عندك جسم اللي غادي يبني الاهرام راه ماشي ليس بالشيء الهين. الوغ الناس هذه شحال كانوا كيبنيو جسور ويبنيو، يعني الناس كانوا اقوياء. ومن ضمن الاغذيه اللي كتعطينا قوه، انا كنقول الناس اللي عندهم مرض كذلك امراض مفاصل يستهلكوا الاغذيه في الموسم ديالها، يكون عندهم قاعده ذهبيه. القاعده الاولى انهم يكون عندهم نظام نباتي زائد سمك زائد زيت الزيتون، داكا. القاعده الثانيه انهم يستهلكوا الاغذيه الموسميه، كل مره كان غذاء في الموسم ديالو يستهلكوا. كنعرفوا حنا سيدي سليمان سيدي قاسم سوق الاربع مولاي بوسلهام، الوغ هذه مناطق فيها مناطق فلاحيه محضه، حتى القنيطره مناطق فلاحيه محضه، وبالتالي كاينه هذه الاغذيه كاينه، غير الانسان خصو يمشي يقلب عليها. وان شاء الله يا ربي مازال نعطيو بعض النصائح اللي كتفيد. ماشي الجميل في الامر هو ان النظام الغذائي المتوازن كيفيد مريض السكري، وبالمناسبه الناس اللي عندهم مرض السكري، البصل، يعني البصل من الاغذيه المخفضه. لا 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 ماشي معناته اننا غادي نعوضوا الانسولين، هذا اكيد، ولكن فيه الجليكونين. الوغ تحدثنا على البطاطا الحلوه اللي ذاك النهار فيها الارابينو جالاكتان، الوغ هذه الماده ديال الارابينو جالاكتان كاينه في البطاطا الحلوه تخفض نسبه السكر في الدم. الجليكونين كذلك ماده تخفض نسبه السكر في الدم. الوغ للاسف اننا ما عطيناش البصل، ما قلناش تحدثناش على الفوائد ديالو، ولكن الحمد لله كنجاوبوا على الاسئله ديال الناس. هذا هو الهدف ديالنا هو المستمعين انهم يستافدوا. يعني كنعرفوا البصل عنده دور بالنسبه للناس اللي عندهم الربو. الناس لما كانوا كيسخفوا هذه شحال، ودابا مازال لما الانسان لا قدر الله سخف كيديروا البصله في النيف ديالو. علاش؟ لان يعني البصله تنشط عمل الدماغ. كذلك الناس اللي عندهم مشكل ديال القلب، الناس اللي عندهم الكوليسترول، وخاصه ماده السابونين. ماده السابونين كاينه في البصل، هي تمنع تاكسد الكوليسترول الخبيث. الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط، الناس اللي عندهم مشاكل في الجلد، الناس اللي عندهم مشكل في المراره، الناس اللي عندهم مشاكل في العظام، الناس اللي عندهم مشكل في البروستات عند الرجل ولا سرطان الثدي عند المراه. الوغ هاد الناس اللي عندهم هذه المشاكل كامله للاسف ما بقاش باش نفصلوا فيهم، ولكن اقول النظام الغذائي الطبيعي اللي فيه البطاطا الحلوه والقرعه الحمراء والبصل ممكن نجمعوهم بثلاثه بهم في واحد الصوبه ونعطيهم للاطفال ديالنا، المراه الحامل، المراه المرضع، المسن وجميع الاعمار. دائما كنقول للحديث بقيه، وتذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج.